الرئيس السيسي يؤكد الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات. ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23,084 شهيدا، ومقتل قائد كبير في حزب الله في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان. روسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا، وتؤكد أنه يأتي ردا على هجمات أوكرانية على بلغرود. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربا عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي. وتناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنقاذ المساعدات أو إنفاذ المساعدات الإنسانية، وتفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف. وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور مسؤولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، حيث استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. ومنذ ذلك في آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة خلال الاجتماع اليوم على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابع لها، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابع لها.
جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمربعات السكنية خاصة في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث خلف القصف والغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها 94. من جانبها واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة عبر استهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع وإطلاق رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات غلاف غزة وكذلك البلدات الإسرائيلية بالجنوب. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23,084 شهيدا والمصابين إلى 58,926، ذلك منذ بدء التصعيد. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أكدت على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 230 مواطنا على الأقل، ما يرفع من حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 5,730 معتقلة. وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس عملية اعتقال واسعة طالت 40 مواطنا على الأقل في الضفة، بينهم أسرى سابقون. إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. أوردت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر أمنية أن ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة رضوان التابعة لحزب الله. وأفادت رويترز أن حزب الله فقد أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 7 أكتوبر. أكد البابا فرانسيس في خطابه السنوي لدبلوماسيين أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة قد تسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين. وشدد البابا فرانسيس على أن المستشفيات والمدارس أماكن عبادة في غزة يجب أن تحظى بكل الحماية اللازمة. وطالب البابا بوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، كما دعا زعماء العالم للسعي لتحقيق حل الدولتين للصراع مع وضع خاص للقدس. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في الإمارات مع رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول التطورات في غزة. ومن المقرر أن يجري في وقت لاحق محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا قبل أن يتوجه إلى إسرائيل. ويقوم بلينكن بجولة بالمنطقة تشمل أيضا الضفة الغربية ومصر. وكان بلينكن قد أكد خلال مؤتمر صحفي في الدوحة على أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة ويسبب المزيد من انعدام الأمن والمعاناة إذ لم يتم بذل جهود سلام منسقة. قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه من واجب إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاءت تصريحات بيربوك خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله. يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعدما لقيت مجندة إسرائيلية حتفها في أعمال عنف. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه يجب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة للإبادة الجماعية في غزة. وأضاف أشتية خلال كلمة له أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورا. يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا. يوم الخميس
يرفع علم جنوب إفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة الجنايات محكمة العدل الدولية والعالم أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين. إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 48 إسرائيل دولة إجرام. اليوم مثل كل يوم نحن الضحية منذ عام 48. نحن نتألم، أولادنا يقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نابلس الباحث المتخصص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فتحي بوزي. أستاذ فتحي، بعد التحية، يعني العدوان الإسرائيلي على وشك دخول يومه المائة، ولا نرى تفاؤل تجاه المؤسسات الدولية في طرح حلول، فهل تعول السلطة الفلسطينية على المحكمة الدولية في محاولة كبح العدوان الإسرائيلي؟ بداية تحية لك وللمشاهدين وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة لجنوب إفريقيا، الدولة الصديقة التي يعني تجرأت وذهبت إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، في حين يعني لم تتوجه السلطة الوطنية الفلسطينية أو قيادة الفلسطينية، يعني ما احترامي لهم جميعا اللي أصبحوا محللين، يعني هم بس في شخص الحال، وكذلك الحال لم يتحول، لم تتوجه الدول العربية، وكذلك لم يعازرها من الدول العربية أحد. هذا واحد. ثانيا يعني كما يعني نسمع من المحللين وتسمعون ونتابع وتتابعون أن محكمة العدل الدولية يعني مهمة جدا لشعبنا الفلسطيني لسببين. السبب الأول أن إسرائيل مشتركة أو منضوية تحت لواء هذه المحكمة كما جنوب إفريقيا. النقطة الثانية أن يعني قد يصدر عن هذه المحكمة يعني قرار أولي أو يعني مستعجل بوقف العدوان. ثانيا يعني هذه المحكمة إذا ما أصدرت يعني إذا ما أصدرت قرار يعني بأن إسرائيل هي يعني مجرمة حرب وتقوم بعملية إبادة جماعية، أعتقد أن هذا سيتغير، يعني سيتغير وضع يعني الفلسطينيين الذين يعني أوغلت في دمائهم الآلة العسكرية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة بدعم أمريكي وبمشاركة أمريكية وبأسلحة أمريكية. فنحن كفلسطينيين قبل السلطة نعول على هذه المحكمة، لأن هذه المحكمة سوف تفضح ممارسات المحتل الإسرائيلي في أعلى يعني هيئة قضائية في العالم. يعني الساعات القادمة تحمل إلينا الإجابة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فتحي بوزي، كنت معنا من نابلس. أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطورة أو بهذه الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوة جنوب إفريقيا. أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن موقف بلادها ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت وزيرة الخارجية أن عام 2023 كان أسوأ فترة بالنسبة للفلسطينيين، لافتة إلى أنه تم تدمير العديد من المرافق العامة بما في ذلك المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، والذي كان بمثابة شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها الشعب الإندونيسي. وشددت في الوقت نفسه أن ما حدث في فلسطين يظهر ازدواجية المعايير لدى عدة دول في العالم، خاصة شمال الكرة الأرضية.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بجنود جيش الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية. وخلال اللقاء قال نتنياهو إنه سيفعل أي شيء لإعادة الأمن إلى الشمال والسماح للسكان بالعودة إلى ديارهم. وأضاف نتنياهو أنه يفضل تأمين الحدود الشمالية بالطرق الدبلوماسية دون حرب واسعة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يولاف جالانت إن إسرائيل بدأت التحول من القتال المكثف إلى العمليات الخاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الفصل التالي من الصراع سيستمر لفترة أطول. وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أكد على أن إسرائيل تقاتل محورا وليس عدوا واحدا، مشددا على عدم التخلي عن الأهداف المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة وتحرير المحتجزين المتبقيين. وأضاف جالنيت أن حجم وشدة هجوم 7 أكتوبر هزت بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن. أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين مدخل الكنيسة وطالبوا بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مبكرة. واتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالفشل. وقامت الشرطة الإسرائيلية بفض الاحتجاجات بسبب غلق الطرق المؤدية للكنيسة. وقامت عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين لفتح الشارع ومنع الازدحامات المرورية على الطرق المؤدية للمكاتب الحكومية المختلفة. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في غزة ارتفع إلى 146. من جانبه أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع قد نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر. وأضاف المكتب أن ما يقترب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في جميع محافظات القطاع. أكدت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس، ذلك لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية. وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وذلك حيث أن العودة إلى المستشفى ومستودع الأدوية المركزية في شمال غزة منذ 26 من ديسمبر. حذر منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية شون كاسي من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة، وذلك بعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن. وتقول منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الأقصى هو أهم المستشفيات التي ما زالت بالفعل تعمل في المنطقة الوسطى من غزة، مشددة على ضرورة ضمان مواصلة عمله وحمايته. is close to an area that was
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، بينما بات 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي. تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤولي وكالة غاوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لبحث الوضع الإنساني في غزة، حيث أوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب. يعيش المرضى في قطاع غزة واقعا صحيا صعبا فرضه العدوان الإسرائيلي. فمع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونفاذ الوقود والأدوية ونقص المعدات الطبية، يواجه المرضى صعوبات في إجراء العمليات الجراحية. تحت وابل الرصاص وقصف الاحتلال غير المنقطع، يعاني المرضى في قطاع غزة الأمرين، فهم لا يكادون يصلون إلى مأمن نزوحا لأحد المستشفيات حتى ينهال القصف عليهم، وإن نجوا ووصلوا فلا دواء لهم أو لأبنائهم من الصغار. واقع صحي متدهور يعانيه القطاع الذي تهدمت بنيته التحتية بشكل شبه كلي، خاصة المرافق الصحية. مجمع الشفاء الطبية أحد أهم هذه المرافق، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، إذ يواجه أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية وتدفق الجرحى والنازحين ووسط القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتياجات تتركز أولا على إعادة إصلاح كل ما يتعلق بالأنظمة التي تضررت. أنا أتحدث كل البنية التحتية تم تدميرها. أشهر كاملة يقضونها المرضى منتظرين إجراء عمليات جراحية، فيبقى واقع المرضى الفلسطينيين أشد قسوة، بين ألم المرض وألم فقد ابن أو أب أو أم. أنا الشهر قاعد هنا بستنى عملية البلاتين، بستنى يشغلوا العمليات ويشغلوا قسم العمليات في الشفا. وإيدي يعني تقريبا قربت تخرب وبعاني، وكلها مسكنات في مسكنات اللي باخدها. نظام الخدمات في مستشفى الشفاء انهار بعد أن حاصرته القوات الإسرائيلية في منتصف نوفمبر الماضي، واستأنف المستشفى تدريجيا بعض الخدمات الطبية الأساسية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية. ومع ذلك ومع تدمير البنية التحتية واستمرار النقص الحاد في الموارد الطبيعية، فإن مستشفى الشفاء غير قادر على التعامل مع العدد الكبير من الجرحى وأكثر من 15,000 نازح. يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. ومن جانب آخر، يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. وللمزيد بينضم إلينا من مدينة العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. يعني محمود، أوصف لنا المشهد عندك. نعم حكمة، بعد التحية، يعني الصورة الأبرز هنا في مدينة العريش وفي محافظة شمال سيناء هو عدد الشاحنات الموجودة في مدينة العريش وأيضا أمام معبر رفح التي يتم دخولها تباعا من خلال بوابة معبر رفح المصري إلى قطاع غزة لدعمهم بكل المساعدات الإنسانية الموجودة سواء كانت الغذائية أو حتى الطبية. نتحدث عن حركة المعبر اليوم، نتحدث عن دخول 120 شاحنة متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 98 شاحنة متجهة إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. نعم. بالإضافة بالطبع إلى استقبال المصابين والجرحى، وهنا نقطة هامة فيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل مديرية الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء. كل الإمكانيات الطبية قد سخرت لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يأتون في المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء. نتحدث عن
رفع كفاءة كل المستشفيات وأيضا وجود عدد كبير من الأطقم الطبية الموجودة التي تقدم الخدمات المختلفة، سواء هذه الأطقم داخل المستشفيات وتحديدا مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، أو حتى خارج المستشفيات في النقاط الطبية أو العيادات الطبية التي تم تحديدها لتقديم الخدمات لهم. نتحدث عن عيادة طبية بأحد النوادي في محافظة شمال سيناء، وهو مكان للاستشفاء لمن تم يعني انتهاء فترة علاجه داخل المستشفيات، والعيادة الثانية الأخرى الموجودة بالقرب من الوحدات السكنية الموجودة لمرافقي المصابين والعالقين لتقديم أيضا الخدمة الصحية المختلفة. بالحديث أيضا عن مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات والمساعدات التي تأتي من الدول المختلفة، لكن أيضا مطار العريش غدا سيكون على موعد مع زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية التي ستأتي إلى مدينة العريش وستتجه إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية والشاحنات الموجودة والمصطفى أمام المعبر، وربما هذه الزيارة ستكون عقب لقائها بوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري في القاهرة. وهذه الزيارات تأتي تباعا أيضا من خلال مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل المساعدات، وكان آخر هذه المساعدات 3 طائرات وصلوا بالأمس من السعودية على متنها 23 طن من المواد الغذائية والإيوائية، بالإضافة إلى طائرة من فرنسا على متنها 16 طن من المستلزمات الطبية ستتجه إلى مستشفى العائم في ميناء العريش، بالإضافة إلى طائرة بولندية قادمة من الهلال من الصليب الأحمر الألماني على متنها يعني نتحدث عن 30 طن من الخيام. فبالتالي جهود مصرية في كل المسارات وفي كل الاتجاهات، سواء كانت المساعدات أو حتى الجانب الطبي والصحي الذي يتم من خلاله تقديم أكبر عدد من الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين. نعم محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود أنهت تدريبات إطلاق النار التي أجرتها خلال مهام دورية في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن أطقم من سفن الدوريات الروسية قد أجرت تدريبات على كيفية التعامل عند اكتشاف طائرة بدون طيار معادية في المرحلة الأولى من التدريبات، مشيرة إلى أن السفن الحربية أكملت التدريبات بإطلاق النار ليلا ونهارا من الأسلحة خلال مهامها في البحر الأسود وحماية السفن المدنية على طرق الشحن التجارية المكثفة ضد أي هجوم من أوكرانيا. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الإبلاغ عن 35 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال 24 ساعة. وذكرت الهيئة أن الجيش الروسي شن 11 هجوما صاروخيا و69 غارة جوية فضلا عن 53 هجوما من خلال أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة للهجمات الروسية. فأوضحت الهيئة أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى بثماني طائرات بدون طيار قتالية وتم تدمير جميعها. شنت روسيا هجوما صاروخيا واسع النطاق على حدود مع المناطق الأوكرانية، مشيرة إلى أن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن العاصمة كييف مهددة بهجوم صواريخ باليستية، يأتي ذلك رد على هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت مدينة بيلغرود الروسية. ردا على هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت مدينة بيلغرود الروسية، شنت روسيا هجوما جويا كبير النطاق على أوكرانيا. الجيش الأوكراني قال إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على عدد من المناطق الأوكرانية، مضيفا أن جميع أنحاء البلاد ومنها العاصمة كييف تحت إنذار الضربات الجوية،
وكثفت روسيا من وتيرة الضربات الجوية خلال فترة رأس السنة، ونفذت في 29 ديسمبر أكبر هجوم جوي على أوكرانيا أودى بحياة نحو 40 شخصا. استخدمت خلاله أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ. وأكدت السلطات الأوكرانية أن روسيا استخدمت في هذا الهجوم عدداً غير مسبوق من الصواريخ، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في 24 فبراير 2022، حيث أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 28 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ كروز يوم الأحد على أوكرانيا، مضيفة أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 من الطائرات المسيرة. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الهجمات الجوية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل يومي منذ بداية عام 2024، ويأتي الهجوم الجوي الروسي الضخم في ظل غموض يكتنف نطاق قوة الدعم المالي والعسكري الغربي لأوكرانيا في المستقبل مع استمرار الحرب مع روسيا منذ ما يقرب من عامين. ألمانيا أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، ذلك مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي. وأكد المكتب أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل بنسبة 1.8%. وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدر ب 20.4 مليار يورو في نوفمبر مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق عليه. أغلق مزارعون طرقا سريعة في أجزاء من ألمانيا من أجل بدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل المستخدم في الزراعة لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو في ميزانية عام 2024. وفي بعض المناطق استخدم المزارعون الجرارات لإغلاق طرق الدخول إلى الطرق السريعة، حيث يخططون لاحتجاج أمام بوابة براندنبورغ في برلين، فضلا عن تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى بالجرارات في جميع أنحاء الدول. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% بفعل تخفيضات حادة في أسعار البيع الرسمية للخام السعودي وزيادة في إنتاج أوبك، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فانخفض خام برنت 86 سنتا إلى 77.90 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 85 سنت إلى 72.96 سنت للبرميل. أعلن الكونغرس الأمريكي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفيدرالية للعام المالي 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي. ويتعلق هذا الاتفاق حيث جاء بعد أسابيع من المفاوضات بتحديد مستوى إنفاق التحدي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار. في خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية، أعلن الكونغرس الأمريكي اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2024. الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديمقراطيان في الكونغرس
جاء بعد أسابيع من المفاوضات، ويتعلق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار، منه 886.3 مليار دولار للإنفاق الدفاعي. الرئيس جو بايدن من جانبه سارع إلى الإشادة بالقرار، قائلا إن الاتفاق يقرب الولايات المتحدة خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري، كما يحمي الأولويات الوطنية المهمة. بايدن أضاف كذلك أن الاتفاق يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تلبي احتياجات الشعب الأمريكي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة. لكن الاتفاق يرجح أن يثير غضب الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل شد الحزام على مستوى الميزانية. هذا ويسابق الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الزمن للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 يناير، وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفيدرالية نفسها من دون تمويل. قالت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فازت بولاية جديدة بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة، ووفقا لنتائج غير نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصد حزب الشيخة حسينة أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس. ولاية جديدة لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي، ولطالما هيمنت على المشهد السياسي في بنغلاديش المنافسة بين حسينة ابنة مؤسس للبلاد وخالدة ضياء التي تولت رئاسة الحكومة مرتين. وشهدت بنغلاديش الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان نحو 170 مليون نسمة نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة، وكانت تعاني فقرا مدقعا. ولم يواجه حزب رابطة عوامي أي معارضين تقريبا في الدوائر الانتخابية التي تنافس فيها، لكنه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها لكي لا يعتبر البرلمان أداة يتحكم بها حزب واحد. ومن أصل 300 مقعد فاز حزب رابطة عوامي بزعامة حسينة بأغلبية المقاعد وحزب جاتيا المتحالف معه، وفقا لنتائج جمعتها قناة سموي تي في أكبر شبكة إخبارية خاصة في البلاد. حسينة عادت إلى السلطة عام 2009 إثر انتخابات حققت فيها فوزاً كاسحاً، لكن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أدت إلى استياء في أوساط كثيرة من حكومة حسينة بعد ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة عام 2022، وآثار بقاء الأجور على حالها في قطاع صناعة الملابس الذي يساهم في حوالي 85% من صادرات البلاد السنوية البالغ قدرها 55 مليار دولار، اضطرابات في القطاع أواخر العام الماضي. أكدت كوريا الجنوبية أنه لم تعد هناك منطقة عازلة مع كوريا الشمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ قذائف مدفعية بالقرب من حدودها البحرية مع سول. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لي سونغ جون إن كوريا الشمالية قد انتهكت الاتفاق العسكري أكثر من 3000 مرة، وأجرت تدريبات على إطلاق القذائف المدفعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في المياه الواقعة باتجاه الساحل الغربي، مشيرا إلى أن الجيش لن يرد على كل استفزاز من جانب كوريا الشمالية في محيط الجزء الغربي. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في أول يوم من يناير، وذلك إلى 168 قتيلة، بينما لا يزال 323 شخصا في عتاد المفقودين. وأدى الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي إلى إصابة نحو 560 شخصا بحسب سلطات مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضررا من الكارثة.
زلزال مدمر ضرب وسط اليابان في الأول من يناير مخلفاً أكثر من 160 قتيلاً، بينما لا يزال أكثر من 320 شخصاً في عداد المفقودين وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية. الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي أدى إلى إصابة أكثر من 560 شخصاً حسب بيان صادر عن مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً من الكارثة. عمال الإنقاذ ما زالوا يواصلون جهودهم للبحث عن أشخاص ما زالوا مفقودين أو معزولين بسبب الطرق التي تضررت جراء الزلزال ولإيصال مواد غذائية ومعدات للمتضررين. ويعقد الطقس البارد مهمة عمال الإنقاذ، وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ امرأة تسعينية من حطام الزلزال، لكن عمليات الإنقاذ كانت صعبة بسبب تساقط الثلوج. وهذا أول زلزال يتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في اليابان منذ الزلزال المدمر الذي ضرب كوماموتو وخلف 276 قتيلاً عام 2016. وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادي، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل بشكل متكرر. ولا تزال ذكرى الزلزال المروع الذي بلغت قوته 9 درجات وأعقبه تسونامي ضخم في مارس 2011 على سواحل البلاد الشمالية الشرقية ماثلة في أذهان اليابانيين، وهي كارثة أدت إلى مقتل أو فقدان 20,000 شخص. وأدت تلك الكارثة أيضا إلى حادث فوكوشيما النووي الأخطر منذ تشيرنوبيل عام 1986. تواصل الدولة جهودها من أجل مواصلة النهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014 في إطار جهودها لإقامة دولة عصرية حديثة. وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر فريدة من نوعها. المزيد والعرض التالي والزميل رجائي. أهلا بكم. شهد العام 2023 استمرار الجهود من أجل مواصلة النهضة العقارية التي بدأتها الدولة منذ العام 2014، الأمر الذي أدى إلى أن تكون التجربة المصرية العمرانية محط أنظار الخبراء في مختلف دول العالم. قطاع الإسكان قطاع حرصت فيه الدولة على تكثيف العمل على مختلف المحاور في آن واحد، مثل محاور الإسكان الاجتماعي المتميز والفاخر، وكذلك طرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية، واستمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولا واسعا من المواطنين، ومنها مبادرة بيت العائلة. كما حرصت الدولة على إنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب وصرف الصحي، ذلك استمرارا لتحقيق النهضة في المشروعات الجارية تنفيذها، كذلك تنمية المدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة بالفعل. على صعيد الاستثمار في القطاع العقاري، فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية من خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 إذا ما قارناها بنفس الفترة من العام 2022 بنسبة تجاوزت 42%. كما تضاعف الإقبال للحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع العام 2023، بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة بمساحة تصل إلى 3560 فدانة توفر 150,000 فرصة عمل. كذلك بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعا في 8 مدن جديدة بمساحة تصل إلى 15,300 فدان توفر 310,000 فرصة عمل. أما على صعيد المدن العمرانية الجديدة، فقد بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة بمساحة تصل إلى 2.3 مليون فدان، يقطنها حاليا أكثر من 11 مليون نسمة. من المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا. المدن الجديدة التي تم بناؤها تضم مناطق صناعية بمساحة تصل إلى 152,000 فدان، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة وذلك خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه. كل ذلك انعكس على رؤية المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، الذي أكد
أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مصر يعد الأكبر على مستوى العالم، ويساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكنية التي تعاني منها فئة محدودي الدخل بنسبة تصل إلى 60%. كما أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر تجربة فريدة من نوعها، الأمر الذي حفز اختيارها لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 في العام 2024. هكذا انتهى العام 2023، إلا أن العمل لإقامة دولة عصرية حديثة لم ينتهي من خلال تواصل الجهود لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات العملاقة التي تسهم في مواجهة التحديات القائمة، فضلا عن المساهمة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية. شكرا لكم. واصلت الدولة على مدى عام 2023 تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق نهضة عمرانية شاملة يستفيد منها كل فئات المجتمع، كما استمرت الدولة في تنفيذ المشروعات في ملفات المياه والصرف الصحي. طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية وتفوق غير مسبوق أنجزته في إطار خطتها الطموحة للنهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014، حيث بذلت جهوداً ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلت تجربتها العمرانية محط أنظار العالم. الدولة حرصت منذ البداية على تكثيف العمل في مختلف الملفات والمحاور في نفس الوقت لتحقيق إنجاز كبير وسريع، فعملت على كل المحاور مثل محور الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر، بالإضافة لطرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية، بجانب استمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين. كما وضعت نصب أعينها هدفاً كبيراً متعلقاً بإنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك استمراراً لتحقيق النهضة وتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة بالفعل. وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة، بلغ عددها 61 مدينة بمساحة 2.3 مليون فدان، ويسكن هذه المدن حاليا أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا. المدن الجديدة تضم كذلك مناطق صناعية بمساحة 152,000 فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بها خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه. أما على صعيد معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري، فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 بنسبة تجاوزت 42%، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي 22 و23 وحتى الآن أكثر من 1718 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 7.8 ألف فدان، وتوفر أكثر من 230,000 فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها. كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، حيث بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض بمساحة 3560 فدانا، توفر 150,000 فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها. بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 629 طلبا، فيما بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعا في 8 مدن جديدة بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310,000 فرصة عمل. هي إذن جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة حققتها الدولة في إطار خطتها الطموحة لتحقيق طفرة عقارية. We'll be right back.
قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. ومن جانبه عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين في القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها. وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، ما أدى أو ما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على التسوية العادلة والشاملة التي تتضمن إقامة واعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضا الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد الرئيسان الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخيا وحتى اللحظة الراهنة التي تبذل فيه مصر جهود كبيرة ودؤوبة على جميع المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني، كذلك دعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة. انتهت نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات. ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23,084 شهيدة ومقتل قائد كبير في حزب الله في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان. روسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا وتؤكد أنه يأتي ردا على هجمات أوكرانية على بيلغرود. إذن انتهت نشرة الثالثة، دمتم في أمان الله. في أمان الله.